تعرفت على محل من سنة وشهرين ورجعوا التقينا، حبيته كتير، بقي براسي لأنه الكرم اللي عملوا لي، الطاولة، الكمية الأكل اللي كانت موجودة، الرز، الخروف. وإذ رجعت على أبوظبي وضروري أعملهم زيارة، صاروا يعني من عظام الرقبة، صرت من البيت. اسمه موزايك، تعرفنا على الفرع الأول، هالمرة الفرع الثاني، فتحنا الباب. أنتوني عنا مفاجأة لك، اطلعوا شو طلع. قبل ما نبلش حلقتنا ونبرم ونفوت على المطبخ ونطبخ فرجيكم الطاولة كلها سوا، هاي شو هاي أول شيء كرمهم بعقد الشباب، هو كلهم لقلي بس. وخلينا نفرجي لكل الناس اللي ما بتعرف الأكل اللبناني، طلعوا نحنا كيف ناكل بلبنان، طلعوا نحنا كيف نحتفل بلبنان، السهرة اللبنانية، العرس اللبناني، القعدة اللبنانية. في أطيب من كل هو القصص بصحن واحد، بالفوارخ، السنات، الورق عنب، الخروف، مع هاي والكوسة بالآخر. الورق عنب حبة حد التانية، مثل ما مثل كأنه ملفوفين على المكنة. ورقة صغيرة، رزات مستويين، لحمة طعمتها كتير طيبة، فوارخ شغلي. رفيعة، full of flavors، بهاراتها طلعت على المنخار. أهم شيء إنه رز مستوي منيح. قبل ما نكفي طلع هون شو عنا. هاللحمة اللي عم تفرط بإيدي، قالوا لي بدك سكين، قلت لهم لا، واضح أنا كتير مهمة. أنا هاي غرامة اسمها وايت ميت، مثل حي الله شيء، ليش ما بتاكلوا منها؟ وإز هيدا شو؟ And best for last، الكوساية المفضية المحشية السخنة، الرز، اللحمة المفرومة، هولي كلهم سوا فيكم تطلبون على حي الله عزيمة عندكم إياها. إذا بقي شيء، ياي Oh my God. معقول عن جد كرمكم بيقتل. حضر لي طاولة هلا فيها 80 صحن لقلي، مش انه لا انتبه لك صحنين بقدي، صور شوية حمص وشوية لحمة، 80 صحن هيدا بطعم حفلة 200 شخص. عن جد شو بدي اقول لك؟ قد ما اقول لك ميرسي، قد ما اقول لك الله يقويكم، قد ما اقول لك بشكرك اول شيء لانك بتوثق فيي، بشكرك لانك رجعت عزمتني مرة ثانية بعد سنة، قد ما اقول لك يعني شو ما خبرك. ثانك يو انتم، ثانك يو، اهلا وسهلا فيك. نحن حاولنا نعمل لك شيء من لبنان بس هو بالخارج كأنك أنت موجود من بلبنان يعني، فعملنا لك سفرة طويلة لحتى نفرجي حتى نحن اللبنانية بالخارج شو فينا كمان عمول. عم تعملوا زيت طعمة لبنان، عم ترجع تحسسه للواحد أنت وهو جاي لعندك، يمكن وعم ينتبه أنه يمكن 90% من زميلتك مش لبنانية، عم بتفرجيهم ثقافتنا اللبنانية بلا غلط. هيدا كتير نحن شيء عاطينه اهتمام، بخصوصة بيتعلق بالأكل اللبناني. يعني نحن عم نشتغل مثل ما الست بتشتغل ببيتها، مثل ما اي عايده بتشتغل ببيتها، الاكل هو ذاته 100%. خارج عم بلش عنك هلا، سعد انت بالمطاعم او بتحب الاكل فرد بالمطاعم؟ خبرني عنك بالاول. يعني انا بدايه ما كنت بالمطاعم، كنا ببزنس فاميلي بس ما بتعلق بالمطاعم. بعدين انا هوايتي من انا وصغير هي الاكل والشرب، فاصريت اني انا اشتغل فيها. والمدرسه اللي تخرجت منها هي بي قد ما كان قاسي، بال لما بدي يبعتك يكون عنده عزيمة ولا شيء يبعتك تجيب غرض، مثلا الخيارة بدك تقيسها على اصبعك، اذا جبتها اكبر اصغر ما بيمشي الحال، بتتبهدل على اسبوع. واو. ف
اشتغل يعني تعلمت كثير من بيي، وبيي كان كثير نيقة بالأكل. من هون بلش هذا الشيء ما عندي، وما برضى أعمل الشغلة إلا ما تكون مزبوطة 100%. اليوم مدامتك بتساعدك؟ أكيد، يعني أنا أخذ شق بالعمل وهي أخذ الشق الثاني. نفس هي بالمطبخ. هي هو نفس، هي إدارة، هي كرم، هي نظافة، هي مضيف. ضروري لما تشتغل بالأكل ما تفكر بس بالمصاري، بدك تفكر أنه الزبون اللي إجا عندك هو ضيف بس بيدفع. كرمه مثل ما إجا لعبيتك، أنت بدك تهتم فيه، اهتم فيه كمان بالبزنس تاعك لحتى يرجع مرة واثنين وثلاثة، ما يجي مرة واحدة. معقول. موزايك كم فرع؟ نحن هلأ تقريباً عنا فرعين وفايتين على الثالث قريباً بدبي، وعنا طبعاً بمؤسسات حكومية، عنا مثل كانتينات كمان، وعنا كمان شيء اسمه كيترينج، موزايك كيترينج. كم سنة صار لكم بالسوق؟ نحن هون بالبلد لنا 7 سنين، بس الخبرة بتاعتنا من قبل 7 سنين. بتطعم أكل طيب، بتفرجي الناس كرم وبتهتم فيهم مثل ما أنت قلت، عم تستقبلهم ببيتك، بس عنهم بالآخر عم دفعوا شوية مصاري. نعم. تساعدوك بالمصاريف يعني. أكيد. بتنجح وبتفوت وبتخرق السوق، الناس كلها بتحكي فيك. نعم. شو أطيب إشياء واحد لازم يكلها عندكم؟ كل شيء عنا طيب. ما برضى العلامة بأي صحن بيطلع من عنا من قدمه لزبون ما تكون علامته عالية أو يكون 100% لبناني، ما برضى. نحن قبل ما نفرجيكم الطاولة اللي هلأ عم تتحضر ورانا، خليني أرجع أركز على الـ attention to details. أنا ما بعرف ستات كتير بالعالم بتلف الحبة مثل التانية والورقة مثل التانية، وهي الورقة الكبيرة جايبين، أنا مش شايل الحبة الزغطورة، جايبين الورقة الكبيرة والخروف كيف قاعد، الكوسة كيف منقورين، نوعية الرزق. وبعد ما فرجيناكم 80 صحن اللي حيكون على الطاولة، فتنا لجوا شفت طاولة كبيرة، ابتسمت قلت لي اليوم رح تكون عجب، مش خلونا نصور، اكيد في شي جروب واصل. قال لي انطوني هيدي لك الطاولة، فمش عارف حارقصكم اكثر من هيك ونروح على الطاولة. شوفوا كيف عم تركب ميوزك. يمكن ب 11 سنة تصوير هيدي أطول طاولة، أكبر طاولة، أكرم طاولة، أحلى طاولة مصورة أفر بحياتي، بحيالة مطعم ريفيو يوتيوب فيديو عامله. ارجع عيد حالي عن جديد، ارجع عيد حالي وخبركم قد ايه متفاجئ. هيدا اطول طاوله، اكبر طاوله، اكرم طاوله، احلى طاوله، اكثر طاوله غنيه انا شايفها بحياتي اكيد. دائما بقول انه في صحن الميزة في عنا اكثر من 100 120، دائما بنقول انه الطاوله اللبنانيه عليها اكثر من 100 صحن ميزة. بعتقد اليوم برهنوا لي انه لازم غير حساباتي وارقامي لان صاروا بعتقد 200، لسبب انه انا كنت بفكر بعرفهم كلهم، طلعت ما بعرفهم كلهم. في صحون لأول مرة بشوفهم اليوم على الطاولة، لأول مرة بشوف هالصحون الشهية الحلوة المرتبة، كل صحن
مشغول مثل لوحة بفن بتقنية مش متبخلين على شيء ابدا. حتى سنوبرات موقفهم وحده حد الثانيه مثل كانه اخر صحن بيعملوا بحياته. ان كان الرمانات يلي مزينهم يمين شمال، ان كان الكبه يلي حاطط لها هيدي النقطه الخضراء بالنص، ان كان الحمصات، وانا اللي مفكر انه في عنا 4-5 انواع حمص، عنا نوع 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 وبعد في اكثر بكثير. ما بعرف وين ببلش. ربيع وقف ورا الكاميرا وبده ياني اني اكل بكل صحون، بس اذا اكلت بكل صحون يعني انتم ما رح تقبلوا. ما بقى فينا نعمل ريفيو لمطعمين عشيه وترويقه بكره وغدا بكره، فرح اتحدى حالي وجرب شو انا عم. رح نبلش نشوف اللحمه طروطها، شويه حمص، ايه شو حلو الصحن وزينته، good texture good quality. This is good meat and very nice hummus. مذكركم بلش اختبار من ساعة، صورنا انستغرام، صورنا فيسبوك، اخذنا صور، عملنا فيديو، عربشنا على السلم، عملنا تايم لابس، كل العالم اشتغلت كمان الطاولة. يعني لازم يكونوا مش طيبين وسقعوا، بس بعدهم كتير طيبين. رح نمشي واحدة ورا الثانية ورا الثالثة للآخر. كبة حبة حلوة كبيرة حرزانة، وبده حمص لما ننزعهم كلهم، فأنا حاعتبر أكلنا من 11. فيه نقرة أنا مجاعد. حتى ننقل عتاني مرحبا، طلعوا الترتيب، طلعوا الكلاس، طلعوا الفيناس، طلعوا الصحن، ترتيبه، زينته، جماله، لمعة السنبوسك اللي مبينة مثل الذهب، قصة حلوة، جبنة فوق جوا، عجينة مهمة كتير، معمولة على القد، فراغ شوي بالنص، تتحطوه للتبولة البندورية. هيك وين ببلش؟ وين ببلش؟ بالني، بالفلافل، بصحن اللبنة، بالكبة اللقطين، بالجبنة الصغار، كل صحن اخذ وقته. بهاي فراكة لحمة نية برغل بالكعب تتقدروا تحطون معه نقطة زيت فينا وانت اللي الدنيا ما بيمنع. قادرين اليوم تسافروا على لبنان من اقصى جنوب لاقصى شمال على هيدا الطاولة. نزلت على جنوب برمت بجبال، حسيت الارض، الفراكل، البرغل، الكمونة، الروايح الحلوة تبع البهارات، مثل ما طلعنا على الشمال شفرجان اللحمة، الحمصات وغيرهم، ورق عنب قديش حلو، قدي مرتب، قدي كريم، حبة حدا تانية. ما أطيبها، شو رقيقة، شو خفيفة، سويت intensely and enjoyably sweet مع كف أسيدتي بالآخر وحموضة. اوه ماي جاد، الفيفوريت طاولة الميزة اللي فيها أكثر 150 صحن، في أشياء أنا ما كنت عارف موجودة فيها. إن كان هيدي طاولة الميزة حيلا حدا بيقدر يخترع فيها اللي بده إياه، في يكون طاولة الميزة تبع السي فود، في يكون طاولة الميزة تبع الجبل، في يكون طاولة الميزة تبع الناي، في يكون طاولة الميزة تبع الطبخات اللبنانية اللي مع لبن، في طاولة الميزة تبع الديلي ديش وصحن اليومي، في عنا طاولة الميزة تبع الأكلات التقليدية والغير تقليدية اللي شوي أبسكيل متقدمة لقدام اللي هي نحنا معودين عليها، مثل شو كان اسمه؟ أوزي صح. خلينا بس أنا جبت معي صحن الحمص اللي ما بسافر بلي وما بروح بلي وما بكفي بلي وما بيتاكل إلا هيك. and enjoy.
عجينتهم روعة. لحمة مفرومة ناعم ناعم ناعم. حمصاتهم عظيمين. بتحسوا بطعمة الطحينة والحمص. مش بطعمة توم وخبار. دقيقة. خليكم معي. خليكم معي. عيشوها معي. Oh my goodness. Oh my god. Oh my god. Super 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 طيبة. Extremely طيبة. تقلنا هون على اشياء بعد حلوة بعد كتير كلاسي. تقلنا هون على قصص اختراعات افكار سلطة مزينة بطريقة كتير حلوة. صوصتها شكلها بشاهي. انا مش اكل هيك بمطعم لبنان. والقرنبيطة على جنب. المقلية صح مش مسودة ومش شربين زيت. اوف اوف. هني شغلين صح او نوعية القرنبيطة مهمة؟ ما بعرف. بعرف شي كتير مهم. وليش لا؟ وينك يا تيتا وينك؟ عم بيعملوا اكل طيب بأبو ظبي. وعندنا الفتة. نوعية اللحم العظيمة. داود باشا. الرز المفلفل. وين بدي كفي تكفي؟ شو بدي خبركم تخبركم؟ اليوم نهار يلي فيني اقول تغير شي كتير بحياتي. تعلمت اشياء كتير، شفت اشياء كتير، اكتشفت اشياء كتير. اوه ماي جاد. جربت اكل من قد ما بقدر من الصحون. بالاخر مثل ما قلت لكم شو بده واحد يدوق تيدوق. بس فعلا قاعده كلنا مع بعضنا بتطلع بتعقد. اذا انتم عايزين اصحابكم وقاعدين 10 اشخاص 12 شخص او 15 شخص ما تجيبوا اكثر من صحن من كل شيء وخلي الكل يدوق ويستدوي ويقول له للثاني دقت من هالصحن ما لحقت خلصت لك اياه دقت من هالصحن ما لحقت خلصت لك اياه بس عقلك قديش كان طيب او شو طعمته. قاعده كثير حلوه جمعتنا لقمتنا بتجمعنا. وهيدي هي الطاوله اللبنانيه. طاوله الكرم، طاوله العطاء، طاوله الخضره، اللحمه، طاولة أكثر من 60% منها فيجن ناتشر اللي بلا ما يكون فلسف. طاولة اللي بتحط الضحكة على الوجه وبتخلي الناس كلها تكون قاعدة هون. اسمه موزايك. سعد إنسان رائع 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 رائع. قد ما قل له أميرسي لأنه إيمان فيي، لأنه صار بيصدقني، لأنه بحبني، لأنه بيوثق فيي، ولأنه عمل هالشي كله سوا من قيمته. وإذا جيتوا لعندهم رح يهتموا فيكم. زيت الشي 85 صحن نشيل منهم الخمسة.